تذكرون أبو بكر السامرائي اللي راح نفس هاي الطريقة اللي انخطف وصار بث مباشر ونشر الفيديو مالته ساعة استشهاده. فاليوم انخطف ياسر الجوراني مدير جوازات العظمية، انخطف بدياله بعد ما راح للصيد الحمرين، تم اختطافه هناك وتم اختطاف أسبوع كامل، وزوجته ناشدت، وذولاك الخاطفين اللي ما يخافون الله منظمة كنا نعرفها، منظمة باءت بالفشل بالعراق وما قدرت للعراقيين وغيرة العراقيين من شرطة جيش حشد شعبي من كل الناس اللي دافعت عن هذا البلد. فهاي الطريقة كانت نفذ ذيك الطريقة اللي بال 2014. فهذا منو سببه ومن اللي جاي يصير اليوم؟ احنا جاي نخسر أبطال من أبطال العراق مثل ياسر، مثل أبو بكر، مثل هواية أبطال راحت بالجيش والحشد والشرطة وكل شخص دافع عن هذا البلد حتى لو كان إنسان بسيط. إحنا اليوم ببلد محتاج وقفتنا إحنا كعراقيين. إحنا اليوم نشوف شخص يسيء لهذا البلد، يقدم شيء لهذا البلد مسيء، جاي يستر على الأشياء، مفروض نبلغ الدولة والدولة توقف فيه كل إنسان صاحب حق ويوصل رسالة ويدافع عن هذا البلد. ياسر خلى وراه بنات اثنين، يعني انت تجيك 2022 وتأمل خير وتأمل فرح، يجيك سالفة ياسر وتكسر قلبك وروحك تطلع. فياسر اخونا، ياسر رفعت راس، ياسر شهيد يتخلى عن راس. اي انسان كان بخدمة هذا الوطن، مهما كان مدرس، كان عامل، كان سائق سيارة، كان اي شرتبة حتى او كان شخص بسيط بخدمة هذا البلد، مني يروح كنا نضوج علي ونيأس علي. فياسر أخونا، غمد الله روحك الجنة وحشرك مع محمد وآل بيت محمد. ياسر أحد أبطال العراق وشهداء الأبطال. فأتمنى بهاي التعليقات الجميلة ترحمون الياسر، وياسر أخونا إن شاء الله، وياسر أخونا ورفعت راس. والله العظيم يعني مآسي، أنا كنت فرحان بالاثنين مليون دخلت على برنامج التيك توك، بس من شفت موقف ياسر وأولاد ياسر يعني كلش ضجت. يعني الله سبحانه وتعالى كل يخلي باختبار. فالله يرحمك يا أخوي ياسر، وغمد الله روحك الجنة، ويا ربي نشوفك مع محمد وآل محمد. مع كل الأسف جاي نخسر أبطال، بس هذا قضاء وقدر لله سبحانه وتعالى.